مشاهدينا اهلا بكم الى هذا الموجز الرياضي والذي نبدا من المغرب، حيث فاز فريق الرجاء البيضاوي وصيف البطل فاز على ضيفه الجيش الملكي بهدفين لواحد في مباراه قمه الجوله الثالثه من البطوله الوطنيه الاحترافيه لانديه القسم الاول والتي جمعت بينهما عصر الاحد على ارضيه ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وسجل هدفي الفريق البيضاوي اللاعبين فيفيو مابيدي في الدقيقه العشرين وسمير الزكرومي بالخطا في مرمى فريقه في الدقيقه الثانيه والاربعين، فيما كان مهدي النغمي وراء الهدف الوحيد للفريق العسكري في الدقيقة 39. وبهذا رفع فريق رجاء الذي حقق فوزه الثاني في الموسم مقابل تعادل واحد رفع رصيده إلى 7 نقاط، أما الجيش الملكي فتجمد رصيده عند نقطتين فقط. إلى إنجلترا الآن، حيث هز لاعب الوسط فرانك لامبارد شباك فريقه السابق تشيلسي في أول مواجهة ضده مع فريق جديد مانشستر سيتي لتنتهي مباراة القمة في الدوري الإنجليزي ممتاز بالتعادل أضاف لمثله في ملعب الاتحاد يوم الأحد، ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات ليبقى في صدارة، بينما رفع سيتي حامل اللقب رفع رصيده إلى 9 نقاط. من جهة ثانية انهار دفاع مانشستر يونايتد في الشوط الثاني ليهدر الفريق تقدمه بفريق هدفين ويخسر ب5 أهداف مقابل 3 في ضيافة ليستر سيتي الصاعد حديثا في أكثر المباريات إثارة منذ سنوات بالدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد نحو ساعة من اللعب كان يونايتد متفوقا ب3 أهداف مقابل 1، لكن ليستر قلص الفارق من ركلة جزاء وأضاف الأرجنتيني إستيبان كامبياسو هدف التعادل قبل أن يضيف ليستر هدفين آخرين في الدقيقتين 79 و82 ليتوقف رصيد يونايتد عند 5 نقاط من 5 مباريات. Yeah, what is a shock. لماذا تقولون أن هناك صدمة؟ أنا لدي تجربة في التدريب منذ 25 عاما وقلت سابقا أنه حدثت لي واقعة كهذه حين كنت أدرب فريق برشلونة الإسباني، كنا حينها متقدمين ب3 أهداف دون مقابل قبل ربع ساعة من نهاية المباراة قبل أن ننهزم ب4 أهداف ل3، وهذا أيضا حدث مع فريق من مستوى عال. لم نتخيل أبدا أن يحدث هذا السيناريو للمرة الثانية، خصوصا أننا كنا متقدمين بفارق هدفين. كان بإمكاننا أن نقتل إيقاع المباراة وأن نحتفظ أكثر بالكرة، لكننا لم نتمكن من فعل ذلك، وبالطبع فقد أهديناهم ضربة جزاء، وليس بإمكانك تحقيق الفوز أبدا حين تفعل ذلك. إلى ألمانيا الآن، حيث سقط بايرن ميونخ في فخ التعادل للمرة الثانية خلال 4 مباريات، وذلك بعد تعادله سلبيا مع مضيفي هامبورغ برسم الجولة الرابعة من البطولة الألمانية بوندسليغا. وأجرى بيب غوارديولا مدرب البايرن 4 تغييرات على الفريق الذي فاز على مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه اضطر للقيام بتغيير آخر عندما عانى أريان روبن من إصابة عضلية أثناء الإحماء. وبهذا التعادل وهو الثاني في الموسم مقابل انتصارين 2 رفع البايرن رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة رفقة 3 أندية أخرى، بعد أن أضاع بايرن ليفركوزن فرصة الانفراد بالمرتبة الأولى بعد هزيمته يوم الأحد ب4 أهداف مقابل 1 أمام فولسبورغ، فيما لدى هامبورغ 2 نقطة فقط في المركز 17 وما قبل الأخير. من جهته فجأ ماينز ضيفه بوروسيا دورتموند وتفوق عليه ب2 نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب كوفاكس بارك أرينا، وشهد تألق أصحاب الأرض ومعاندة الحظ لكتيبة يورغن كلوب. وتقدم ماينز عبر شينجي أوكازاكي في الدقة 66، ثم عزز ماتياس جونتر مدافع دورتموند عزز من تقدم خصومه عن طريق الخطأ في مرماه في الدقة 73 ليتجمد رصيد الفريق الأصفر عند النقطة 6، بينما يرتفع رصيد ماينز إلى 8 نقاط.
وإلى هولندا، حيث وصل فريق بيس فيندهوفن صدارته للبطولة المحلية، وذلك عقب تفوق على ضيفه كامبرو بأربعة أهداف مقابل لا شيء برسم الجولة السادسة من المسابقة. واستغل ايندهوفن أخطاء كامبور الذي خسر للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري، وعانى بشدة بعد طرد لوكاس بيكر لحصوله على الإنذار الثاني قبل نهاية الشوط الأول. وكانت النتيجة في ذلك الوقت تشير لتقدم ايندهوفن بهدفين لصفر بفضل هدفين لوك دي يونغ وإيترو فيليمس، فيما أكمل جيفري بروما والمغرب الأصل آدم ماهر أكمل الرباعية في آخر ربع ساعة. وبهذه النتيجة يحتل ايندهوفن المركز الأول برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد كامبور عند 11 نقطة في المرتبة الخامسة. من جهة ثانية، أحرز ريكاردو فان رين هدفا مبكرا ليقود أياكس أمستردام حامل اللقب للفوز بهدف مقابل لا شيء على مضيفه فاينورد، ونفذ الظهير فان رين ركلة حرة في الدقة الخامسة من 20 مترا لينجو أياكس من انتفاضة فاينورد الذي سدد ثلاث مرات في إطار المرمى خلال أول 11 دقيقة، وليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما لدى فاينورد خمس نقاط فقط في المرتبة الخامسة عشرة. إلى عالم المحركات، حيث انتزع البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس انتزع صدارة بطولة العالم الفورمولا 1 من زميله الألماني نيكو روزبرغ بعد فوزه في سباق جائزة سنغافورة الكبرى يوم الأحد. واستفاد هاميلتون من انسحاب روزبرغ بسبب عطل في مقود سيارته لتفوق على ثنائي ريد بول المكون من الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات متتالية والأسترالي دانيال ريتشارديو. ووصل هاميلتون إلى سنغافورة وهو يتأخر بفريق 22 نقطة عن روزبرغ، وكان بحاجة لنهاية قوية كي يضمن مواصلة المنافسة مع زميله الألماني على اللقب. وشاء الإسباني فرناندو ألونسو سائق فيراري جاء في المركز الرابع، واحتل البرازيلي فيليبي ماسا المرتبة الخامسة مع ويليامز، وينفرد هاميلتون الآن بصدارة الترتيب العام متقدما بثلاث نقاط فقط على روزبرغ مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم. بهذا إذن نصل إلى نهاية هذا الموجز الرياضي للقاء.